اهتمت بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط منذ حكم الدولة العثمانية وبعد فشل حملة نابليون بونابارت على مصر وفلسطين، حيث كانت أول قنصلية لها على أرض فلسطين إبان الحكم العثماني في العام 1838، وكانت ترعى مصالح اليهود منذ ذلك الوقت لإنشاء كيان لهم في المنطقة. وبعد ضعف الدولة العثمانية احتلت بريطانيا القدس في العام 1917 للميلاد، وبدأت الحكومة البريطانية بتنظيم الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين لإنشاء وطن قومي لليهود وتنفيذ وعد بلفور، الوعد الذي صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق. توالت الأحداث والصراعات العربية الصهيونية على أرض فلسطين، فصدر قرار من الأمم المتحدة رقم 181 في العام 1947 للميلاد يقضي بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، وتبعها إعلان دولة إسرائيل في العام 1948 للميلاد بعد انتهاء الانتداب البريطاني، وتبع هذا الإعلان حرب شنتها الدول العربية ضد قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين. وبعد ذلك أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس لحفظ سيادة مصر، فكان لهذا الإعلان إعلان حرب شنته فرنسا وبريطانيا وإسرائيل في العام 1956 سمي بالعدوان الثلاثي. فتصاعدت التوترات مع إسرائيل ودول الغرب من جهة، والدول العربية والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. وفي العام 1964 عقد المؤتمر العربي بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر لتحقيق موقف عربي موحد لصد العدوان ودحر الغاصبين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن ثم عقد في العام 1967 المؤتمر العربي في الخرطوم لتوحيد الصفوف وإعداد العدة ضد الاحتلال الصهيوني والالتزام بعدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها أو التفاوض معها والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه. خرج الشعب المصري والشعوب العربية الطامحة للوحدة العربية لمطالبة الرئيس جمال عبد الناصر بخوض الحرب المصيرية لتحرير دولة فلسطين من الصهاينة. وجابت هذه المظاهرات شوارع هذه الدول المؤيدة للحق العربي في أرض فلسطين، فأمر الرئيس جمال عبد الناصر بإغلاق مضيق تيران. خليج العقبة يمثل المياه الإقليمية بتاعتنا المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إن احنا نسمح للعلم الإسرائيلي أن يمر في خليج العقبة. بيهددوا بالحرب اليهود، بنقول لهم أهلا وسهلا احنا مستعدين للحرب. وطلب من المراقبين الدوليين والقوة التابعة للأمم المتحدة المتواجدة بين فلسطين المحتلة وجمهورية مصر العربية بالرحيل، فاعتبر العدو الصهيوني هذه الإجراءات بمثابة إعلان حرب على دولة إسرائيل. وعلى إثر ذلك أرسلت الدول العربية جيوشها إلى مصر لملاقاة العدو الصهيوني. أبت دولة الكويت حكومة وشعبا إلا بمشاركة الأمة العربية والإسلامية بهمومها وتحمل مشاق هذه المسؤولية التي تقع على عاتق كل من له قلب نابض بدين الحق وناطق بلغة الضاد، والتي تربطها معهم أواصر الدم والدين والانتماء الواحد في دحر العدوان الصهيوني الذي وقع على دولة فلسطين الحبيبة في العام 1948. حيث اتفقت الدول العربية على تجييش الجيوش وإعداد العدة للدخول في معركة مصيرية حول استعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الصهاينة، حيث صدر في العام 1967 للميلاد قرار من صاحب السمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه بمشاركة القوات الكويتية إلى جانب أشقائها، وتم إرسال هذه القوات فوراً إلى سيناء قبل بدء العدوان الإسرائيلي بأيام. طبعاً مع الاستقلال بدأت مسؤولية الحكومة الكويتية تتوسع في الجانب العربي، فسبق ذلك لنا عدة اجتماعات في الأمانة العامة العسكرية في جامعة الدول العربية، وبالصدفة كنت أنا برتبة صغيرة ذاك الوقت نقيب، وكان لي شرف المشاركة بهذه الوفود مع الله يرحمه الشيخ مبارك عبد الله جابر الصباح اللي ودي أعطي تعبير الأب الروحي للجيش الكويتي. هو تبنى كثير من القيادات الحديثة ذاك الوقت، طبعا بعد ذلك مو حديثة صار، وبعض الزملاء طبعا والقيادات الأعلى من عندنا رتب. أنا كنت أقول لك مزيد الصانع برتب نقيب، لكن أحدث ضباط في الوفود. فطبعا بدأ الالتزام السياسي من منطلق التوقيع على معاهدة الدفاع عن المشترك العربية، زائد كثير من الاجتماعات كانت تنصب في موضوع القضية الفلسطينية، يعني هي قضية العرب ذاك الوقت الدفاعية الخارجية كعمل مشترك عربي دفاعي. الله يرحمه علي عامر كان أمين العام المساعد، وكان دائما يصير مناقشات كيف القيام بالدور العربي فيما يتعلق في القضية الفلسطينية، وهذا طبعا الجانب التاريخي. فكان في التزام للكويت في اتفاقية العرب المشترك، والتزامه كان سياسي وعسكري كذلك. وكنت أنا رئيس عمليات اللواء، ذهبت إلى رفح مع رئيس اللواء لواء اليرموك، واستطلعنا مواقعنا ورأينا العدو، وكنا مصرين أن نكون في الخطوط الأمامية. تشكيل قوة اللواء هو أول شيء جاء بأمر من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه بمشاركة بعد اللواء، وتم طبعا من العسكري القادة العسكريين آنذاك هم اللي قاموا بتشكيل اللواء واختياروا الوحدات المناسبة، ومن ضمنها الوحدة اللي أنا فيها لكتيبة المنشآت الخامسة. وتم تشكيل اللواء بحيث أنه يكون يعادل لواء مجحفل أو لواء وقادر على تنفيذ المهمة اللي هو أنيط فيها. تم تبديع اللواء بحضور صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح أمير الكويت طيب الله ثراه، وكذلك ولي عهد أيامه جابر الأحمد رحمه الله طيب الله ثراه، وكذلك رئيس الأركان العامة وزير الدفاع الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمه الله، ورئيس الأركان العامة اللواء الفريق مبارك العبد الله جابر الصباح. وتمت الحركة وقيادة اللواء والشيوخ والوزراء وتوديع كامل في ساحة تدريب اللواء السادس، و تقدم الزعيم الشيخ صالح حمد الصباح واستلم العلم، علم الكويت، من أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله، وقال هذا علم الكويت أمانة في عنقك. فأحب العلم وسلمه للشيخ صالح قائد اللواء، وكذلك قائد اللواء تسلم العلم وطبل عليه وقال سوف تجده إن شاء الله خفاق بكل عالم ووعد. الكويت قررت أن ترسل مجموعة لواء واستعدت لذلك بدفع كتيبتين مشاة ترسل بالطائرات المدنية على أن تتبعها كتيبتين معدات ميكانيكية، واحدة كتيبة دبابات والأخرى مدرعات والمدفعية بالبحر. الكويت بعتت لنا كتيبة مشاة كويتية موجودة عندنا، والكويت دائما بتحب مصر. هي الكويت أصلا دول الخليج دول عارفين قوي قيمة مصر وقيمة الشعب المصري، حتى هما بيحبوا مش مصر والمصريين، هما بيحبوا اللكنة المصرية، اللكنة الدرجة بتاعتنا دي هما بيحبوها. هو عنده تملي يعطش الجيم ومش عارف ايه وبتاع، لكن احنا ما بنعطش، فهو بيحب لكنتك، فده حب من عند ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الدول العربية اللي تقف جنبك عند الشدة، لكن طول ما انت ماشي وعايش كويس خلاص مش هيسأل فيك، يعني انت ماشي مفيش مشكلة يعني. وهي دي الدول العربية اللي احنا عايزين بنتكلم عن التضامن العربي والاشقاء العرب والقومية العربية بتظهر، بس مش في طول السنة او مش في طول العمر، لا تظهر عند الشدائد. اول ما يحصل شدة في اي دولة تلاقي العرب اتجمعوا وبدأوا يعاونوا هذه الدولة. الشهيد فهد الأحمد كان يدرب هذيك الدفعة من الطلبة، وكان هو أحد المدربين الرئيسيين في دورة المغاوير. صدر القرار في كتيبة مغاوير اليرموك، كانت كتيبة مغاوير اليرموك، قال أنا أصير أول واحد فيها. من هو عامل الكتيبة؟ ناصر عبد العزيز الله يرحمه، مساعدة منه علي النصار الله يرحمه، أركانهم منه عبد الوهاب المزين الله يرحمه. فهد أصر إلا يروح ويانا، راح وآمر سرية وهو ما يقدر يمشي، كان الحوض فيه مكسور، ويوم راح عبرنا طلعنا من فايد إلى الإسماعيلية إلى العريش إلى 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 حتى انضرب القطار وإحنا نمشي بالطريق. وساروا إلى أن وصلوا رفح وبدأ العدوان عليهم من الطائرات الإسرائيلية. تركوا القطار وانتشروا، وكان من حسن الحظ أن الموقع قريب من منطقة فيها أشجار ساعدتهم في التخفي. وبعد ذلك لما انفرطت القيادة عادوا من أنفسهم بقيادة ضباطهم وانتشروا وساعدهم في ذلك العرب سكان سيناء، كما ساعدهم أنهم قادرين على تحمل مشاق الصحراء والتعايش معها، ووصلوا بسلام إلى المناطق الشمالية من قناة السويس. على البحر كانت تنتظرهم قوارب مصرية. الشهيد فهد الله يرحمه تأخر، الناس مشت بالليل، مشت العالم. بعد ما مشت العالم عقب فهد. أنا كنت آمر فصيل، لو أنا كنت طالب ضابط أنا كنت آمر فصيل مغاوير. رجعت عليه قلت له ها أبو أحمد أنت ما تقدر تمشي، واحنا ما نقدر نخليك. قال شوف، اذا انت ريال ومثل ما اعرفك فلان تاخذ فصيلك وتمشي حتى توصل فصيلك الى من الف الى باء او من باء الى الف، انت خليني ما عليك مني. المهم مرينا احنا، مشينا يوم مشينا بهالطريقه هذه من مكان من مأوى الى مأوى الى مأوى الى مأوى، اجتاحتنا كتيبه دبابات عدو. اجتاحت، يوم اجتاحت طبعا طلعنا كل مجموعه صارت بروحها والى اخره. مرينا على ناس بدو اللي قلت لك عنهم سينا. البدو هذول اللي بسينا قلنا لهم ترى في ضابط من الشيوخ قال له فهد الأحمد أخو جابر الأحمد، فهذا ظهاره كان متعور وبعدين أصر اللي يجي وبعدين عقب ورا. بسم الله ما شاء الله هذول الناس احنا ما وصلنا ولا عبرنا، يوم وصلنا وعبرنا والحمد لله بعد حوالي شهر من العملية الحرب، بعد شهر يلا وصلنا. لقينا المرحوم فهد الأحمد عابر قبلنا ما شاء الله. جايبين الجماعة هذيله اللي هم البدو اللي من سينا موصلين القناة وعابر سباحة، يعرف يسبح، عابر سباحة والحمد لله، ولقيناه قدامنا بالإسماعيلية. جمعت القوة في معسكرات دشور، قيادة اللواء والكتيبة، كتيبة المغاوير تواصلت تجمعت لغاية آخر شهر، يعني 25/20/20/6 يلا تجمعت الكتيبة، تجمعت الكتيبة تفقدوا الكتيبة، وجدت الكتيبة ما ناقصها شيء ما شاء الله. السرايا السرية الأولى أمرها الشهيد فهد الأحمد رحمة الله عليه، مساعده فيصل الخطرش، كلهم ملازميته وايل. والسرية الثانية أمر السرية الثانية مغوير علي دهيمان محسن الشمري، ومساعده جاسر علي خزعل موجود الحين كم لازم. والسرية الثالثة عطا محمود البرغوثي وموجود، مساعده تركي غنام رحمة الله عليه عميد توفى، وما أدري عطا البرغوثي ما أدري يمكن ما أدري حي ما أدري ميت. وسرية القيادة عامرة محمد الهاشم ومساعده ضحي حمد. وتجمعت في معسكرات دشور وعيد التنظيم، ومن ثم انقلوني أنا معاهم، جابوني من الكتيبة الخامسة والحقوني من كتيبة المغاوير علشان ارتحت الكتيبة لمدة شهر. ومن ثم بعد عاد التنظيم وتفقد الأسلحة والذخائر والأشياء هذه، ومن ثم طلعنا بدلنا كتيبة النشاط الخامسة واستلمنا مواقع دفاعية في معسكرات القرش ومعسكرات عز الدين خلف الفردان شويه، والسرايا المقاتل قدام على معسكر، والقياده في معسكر القرش. لم تكن الجيوش العربيه قد وصلت الى سيناء بكامل عدتها وعتادها، واستغل الجيش الاسرائيلي هذه الفرصه لبدء الهجوم، فكان عنصر المفاجاه حاضرا، وانتكست الدول العربيه واحتلت إسرائيل أجزاء من الأراضي العربية بدعم ومباركة من الدول الغربية، فسقطت شبه جزيرة سيناء وهضبت الجولان والقدس الشرقية وما تبقى من أرض فلسطين في قبضة العدو الإسرائيلي. فلم يتقبل الشعب العربي هذه الهزيمة الصادمة، فسارع حينها الرئيس جمال عبد الناصر بإصدار قرار التنحي من منصب رئيس الجمهورية متحملاً المسؤولية دون غيره، فاستقبل الشارع العربي هذا القرار بالرفض وطالبه بالاستمرار في المواجهة، فانصاع لإرادة الشعب. ابتدى جمال عبد الناصر يحط إيده في الجيش، وعين الفريق محمد فوزي قائد عام للقوات المسلحة. فريق فوزي شخصية يعني قوية، قائد حازم شجاع، قدر بسبع نقط يعيد القوات المسلحة إلى طريقها الصح، وفي 6 ساعات قدرنا نهزم إسرائيل. السبع حاجات هقولهم لكم عشان تبقوا يعني الناس تعرفهم. أولاً عين قادة لكل الوحدات أقوياء وأمناء. الحاجة التانية كان عمل أو في عقيدة إيمانية صادقة بثناها في روح الجنود كلهم. الحاجة التالتة حب الوطن، كان حب مصر له قيمة كبيرة جدا في الناس، وكان دايما نرفع شعار دائما مصر أولا. الحاجة التالتة كان الانضباط كان عبارة عن حسم يعني حاسم لكن برحمة. وبعدين استخدمنا العلم والمعرفة. العلم كان يعني سبب كبير جدا في ان احنا درسنا القناة شكلها ايه والميه والمشاكل يعني حاجات والتوقيت المناسب يعني كان في يعني استفادة كبيرة جدا من العلم والمعرفة. قدرنا نصل بالقوات الى معرفة الحقيقة او يعني أس المعركة. وبعدين اتدربنا تدريب جيد حقيقي واقعي فكسبنا المعركة. تمينا احنا في المشاركة في حرب الاستنزاف بكتيبة مشاة ونبدلها من آن لآخر، وأوقفنا موضوع إرسال الكتائب الأخرى لأن الحرب لم يعني ما كانت حسب ما توقعناه. بالصدفة الكتيبة اللي كنت أنا مكلف بقيادتها عام 67 ما أتيحت لنا الفرصة للانتقال مع أخواننا إلى سيناء أو إلى جبهة السويس ومن ثم سيناء، لأن الدبابات بحاجة إلى عملية نقل في البواخر، والظرف السياسي والعسكري كثير من الشركات كانت مترددة أو رافضة أن تنقل أسلحة بالبحر إلى جمهورية مصر العربية، إلى أن وجدنا إحدى الشركات بالأخير، وكان يعني يوم نقلنا أو يعني ناويين الانتقال بدأت الاشتباكات، فما كان في مجال أن تنتقل الكتيبة اللي كنت أقودها إلى الجبهة المصرية. واستمرت الحرب في تلك الفترة حتى أصبحت حرب استنزاف على طول جبهتي القتال المصرية والسورية. كان العدو يعني كل حمولات الطائرات من القنابل تقذفها على المطارات على المدارج، ثم تلتف الطائرات برشاشاتها على معسكرات أو أي قوة متحركة فتفرغ جميع ذخائرها وتعود. أذكر الصبح وهي شروق الشمس أو قبل شروق الشمس طيارات مع الأفق كانت أوريغون. لما تكلم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمة الله عليه أن استنزاف الحرب أن إسرائيل أن راح نستنزف إسرائيل جبهة طويلة، طبعا القوات المصرية ما شاء الله على اللي عندها أسلحة وصلت أسلحة جديدة، فطبعا لقى للتعبير هذا. وكان حنا موجودين في معسكرات عز الدين عندما بدأت حرب الاستنزاف في تاريخ 8 مارس اللي هو شهر 3، تاريخ 8 الشهر بدأت حرب 69. فبدأت هذه الحرب، والحرب صراحة حرب شرسة على طول الجبهة، طول الجبهة 160 ميل من مدينة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط إلى بورسعيد، منطقة طويلة. فكانت القوات المصرية طبعا وكنا من ضمنها الوحدات هذه، بدأت حرب الاستنزاف وكنا من ضمنها، وكان عندنا سرية موجودة في جزيرة الفرسان السرايا تتبادل الكتيبة وفي بحيرة التمساح، وتنقلنا فيها خلال الحرب هذه كل الحرب الإدارية هذه حرب الاستنزاف وحنا موجودين فيها. وزارنا الرئيس جمال عبد الناصر واستمرت الحرب الاستنزاف، وكان لنا دور فعال فيها، يعني كان لنا دور فعال. جزيرة أقصر مسافة فيها أو أقرب أو أقصر مسافة فيها أضيق قناة السويس اللي هي بحيرة جزيرة الفرسان، يمكن ما تعدى 800 متر أو 700 متر لأن ما ضيع العدد بس. وكانت مدفعيتنا مرصودة على هذا، ودمرت القوة الكويتية 4 دبابات إسرائيلية بنفس الموقع جزيرة الفرسان وبحيرة التمساح، حتى قائد الجيش عبد المنعم خليل أكرم ضباط الصف اللي دمروا الدبابات الإسرائيلية وأعطاهم اسمه وطلبهم وتشكر منهم. وكذلك بالكويت نفس الشيء، قائد اللواء طلبهم أعطاهم رتب أعلى ممر المدافع، وأنا كنت أمر المدفعي، أعطاهم وأكرمهم وأعطاهم رتب أعلى وعلق عليهم أوسمة إضافية، أوسمة الشجاع. كتيبة كويتية اشتركت في حرب الاستنزاف وانا قائد الجيش الثاني في، واعتقد ان في كتيبه كمان كانت اشتركت بعد كده في حرب 73 في الكويت في سوريا، لكن بتكلم على الكتيبه الكويتيه دي، وكان اصدقائي كانوا بيتغيروا كل 3 اشهر وكتايب مختلفه يعني، وتعرفت على عدد كبير من الاخوان، وحتى جاء زارني ولي العهد وزار الكتيبة وقائدها، اديته نشان أنا من بطل الجيش الثاني، كان عامل نشان، أنا للناس اللي بيمتازوا في الجيش، كنت أسميه نشان بطل الجيش الثاني، فاديته هذا النشان. ويمكن في صورة أنا يعني أحب أنكم تعرضوها على الناس عشان يشوفوها، وكان موجود في الوقت ده وأنا بديله النشان ولي العهد، وبعت لي بعد كده جواب يشكر على هذا العمل يعني. والحقيقة لما جه الرئيس جمال عبد الناصر يزورني سنة آخر 68 في الجيش، جبت له عناصر منهم، وكان مع عناصر طبعا من القوات الكويتية اللي كانت موجودة، وعناصر من القوات الجزائرية، وكان لقاء جميل قوي مع جمال عبد الناصر، رفع معنويات القوات دي كلها، ويعني تحية لهم جميعا. بحكم عمل والد جسرك العسكري كقائد كويتي من ضمن الجيش الكويتي اللي ذهب للمشاركة في حرب أكتوبر، كان دائما السفر إلى جمهورية مصر العربية ويحضر الاجتماعات التي تدار هناك للتنسيق مع الجانب الكويتي في الحرب 73، لذلك كان يغيب عن الكويت لشهور طويلة ويعود لفترة قصيرة ويرجع مرة ثانية للاجتماعات هناك. هذا كان غيابه الذي أثر طبعاً، تعرف إحنا عائلة كبيرة، والوالد وتواجده ضروري بين الأسرة في فترة أعمار أبناء صغار، يعني محتاجين متابعة، محتاجين الوالد يكون بجانبهم، إلا أن حكم عمله جعله يغيب عن الأسرة بفترات طويلة. وطبعا لذلك وهو بعيد أيضا كان يتابعنا، ونحن يعني نعلم أن الوالد رايح لمهمة، مهمة وطنية عربية إسلامية، لذلك دائما نراه في اللبس العسكري بكل وقت، سواء في الكويت أو هو عائد من مصر أو راجع ذهب إلى مصر. لذلك الوالد في نظرنا دائماً باللباس العسكري، ونادر جداً أتخيله لابس اللبس اللي هو الزي الوطني الشعبي. هذا كان فترة غياب الوالد في الحرب. كانت الذكريات ذكريات أطفال تودع آبائها، فكنا أذكر أنه كنا نطلع معاه لغاية المطار، وكانوا يطلعوا على الطيارة العسكرية ونودع آبائنا. لكن كان وقت يعني فرح وحزن بنفس الوقت بالنسبة للمجموعة الحاضرة في التوديع. عودته بالنسبة لهم تكون فرح، لكن يعني ذهابه أول مرة خرج فيها من الكويت كان فيها نوع من الحزن، لأنه حرب وما حرب، فكانت الحرب شيء جديد على بلد زي الكويت. ممكن كمصر متعودة حروب القديمة 56، لكن ككويت كبلد كويت إنه يطلع منها جيش وأفراد وكتيبة كاملة طالعة، فكان فيه نوع بعد من الحزن إنه راح يواجهون حروب قد لا يعودون منها بعد انتهاء الحرب هذه. خلال هالمراحل هذه تتبدل الكتيبة، جت كتيبة ثانية، كتيبة المقاوير، ومن ثم احتلت نفس مواقع الكتيبة الليلة، وحصل طبعاً اشتدت المعركة، واشتدت حرب الاستنزاف، وخاصه المناطق القريبه والقصيره اللي مثل منطقه الفردان، بور توفيق، تمساح، حتى التمساح، جزيره الفرسان. فشددوا بعد تدمير الدبات هذول، اشتدت المعركه في المناطق هذه، القصف الجوي والقصف المدفعي والصاروخ. طبعا استشهد لنا التاريخ يمكن 16 و17 6 17 جندي. يعني والله اللي اذكره من يعني رحمه الله عليه، يعني هو استشهد وانا صغير، ما اذكر انه يعني مثل الحلم، 3 سنين صغير كنت. يعني حتى رحمه الله عليها الوالده كانت يعني حامل في اخوي وسمته عليه لما استشهد. كانت تقول لي يعني انه راح اول مره في 67 مع لواء اليرموك، والمره الثانيه راح في حرب الاستنزاف واستشهد رحمه الله عليه في حرب الاستنزاف. حضرت انا مراسم دفن بعض الشهداء، كنت امثل القياده في هذا الموضوع. كان في مجموعه من الشهداء نقلناهم يعني من مصر، القياده مصريه تولت نقلهم، طائرات عسكريه، واستقبلناهم في المطار. وكان يعني انزالهم بتقاليد عسكرية يحملها الشرطة العسكرية كغصن غار كبير، مجموعات من الأغصان يحملها الشرطة العسكرية، ثم أنزلت النعوش وراء بعضها، وحملناهم في السيارات، وسرنا في هذه الجنازة بموكب إلى المقبرة. وأيضاً أجريت مراسم العسكرية في دفن الشهداء، حضرها كبار المسؤولين في الدولة، ووري جثمانهم، وأصبح لهم مكان يعني معروف مميز في المقبرة، حيز الشهداء. هذا الحيز قريب من أيضاً المكان الأسرة الحاكمة في البلاد. أبت الكويت إلا أن تكون خليلا، لمصر فانسابت لها القلوب دليلا، فكم دارت رحى الحروب بأرضها، فعاضد فيها بحر الخليج النيلا. شاء الله بأن يكون لها صدى، للتاريخ ذكرى جيل يعقب جيلا، يا منزل القرآن والتوراة والإنجيلا، يا منجي من في بطن الحوت ذليلا، يا هادي نوح إلى الطريق سبيلا، صن مصر كما وعدت في التنزيلا. الكويت كانت عندي كتيبة كويتية، كنت بقعد معاهم كتير أول حقيقة، يعني كنت بحبهم وأحب أشرب معاهم القهوة بتاعتهم الاكل بتاعهم، وكنت صديق للضباط والجنود، وكنت بعمل معاهم حفلات يعني سمر وخلافه بالليل لرفع المعنويات. يعني انا يعني نفسي ابعت رساله لكل جندي اشترك معايا في الحرب من الكويتيين، واقبله قبله حب واحترام. لكن في حادثه طريفه اللي حصلت لي شخصيا، يعني لما كانت بداية العدوان الطائرات منخفضة جداً، ذهبت أنا مع السائق اللي معي إلى المعسكر على مسافة كيلو، يمكن كيلو ونص، اللي هي مدرسة ضباط الصف. رحت أجيب رشاش مضاد للطائرات، كان في خندق، كانت الطائرات بعد ما تفرغ حمولاتها تقتنص أي ناس متحركين برشاشاتها. فأنا شفت طائرة واحدة من الطائرات هاي جاء مهدفة علينا، احنا كنا قريبين من الخندق. قلت للجندي اقفز اقفز، واحنا نازلين في الخندق واهل صاروخ جنبنا جنب السائق اكثر بعد مني، حتى تم فترة ما يسمعني، يعني لطف من الله الواحد. وبعدين اخذنا السيارة واخذنا الرشاشات، لكن مع الأسف يعني ما كان يعني في الإمكان نرمي مثل ما كنت متوقع. أذكر من القصص والمواقف اللي حصلت مع والدي رحمة الله عليه إنه في سنة وأنا كنت طفل معاه، كنا راكب معاه السيارة، فجأة من غير مقدمات كان يستمع للراديو، فجأة بكى. كان الطفل في ذاكرته أن الأب يعني حاجة كبيرة، استحالة أب يبكي. فمن الصدمة والاندهاش اللي عندي أنا كنت برفقته كطفل، سألته وقلت له ليش تبكي؟ يعني سبب البكاء. فقال لي جمال عبد الناصر مات. سألته وأنا باندهاش، يعني من هو جمال عبد الناصر؟ فقال لي رجال ما تعرفوش، باللهجة المصرية ما تعرفوش. لكن فمن لحظتها الموقف هذا لا زال في ذاكرتي ولا ينسى، استحالة أني أنسى هالموقف، لحظة بكاء والدي على شخص أنا ما أعرفه. فبعد السنوات مرت وبعد وفاة والدي وبعد الحرب، فجت في بالي أني أنا أعرف تاريخ اللي بكى فيه والدي على جمال عبد الناصر. فدخلت النت ودخلت، عرفت انه التاريخ كان 28/9/1970. دموع والدي نزلت على شخص بالنسبة لي انا كان مجهول، لكن حب جمال عبد الناصر في الجماهير العربية واللي زرعه في الجماهير العربية خلى الكل يحبه، حتى الأطفال تسمع اسمه من غير ما تعرفه. وفي يوم 28 من شهر سبتمبر من العام 1970 للميلاد، تلقت الأمة العربية ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، فتوشحت بالسواد حزناً على فقيدها الكبير، وترك لمن خلفه ما لا يطاق حمله وينفد من الصبور صبره. فجاء الرئيس محمد أنور السادات فتحمل وصبر وجد واجتهد وثابر وأثمر اجتهاده في إكمال بناء الجيش المصري على أساس ما بدأه سلفه، فكان خير خلف لخير سلف. في الحقيقة في إطار الدعم العربي لمصر ولسوريا في خلال حرب أكتوبر لم يبدأ منذ حرب أكتوبر، وإنما تم الإعداد والتحضير له من فترة سابقة، عندما كان يجري التحضير التخطيط والتحضير والإعداد لحرب أكتوبر. كان هناك يسير التخطيط والإعداد على محورين رئيسيين، محور سياسي ومحور عسكري. المحور السياسي انقسم إلى قسمين، قسم لدول العالم والمنظمات العالمية والإقليمية تهيئتها لتأييد مصر عند بدء الحرب وإقناعها بأن الحرب التي سوف تخوضها مصر هي حرب لاستعادة الأرض، حرب مشروعة وليست الاعتداء على أحد، وإنما لاسترداد الحق المشروع، لكي تكسب مصر التأييد العالمي في المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية. وفي نفس الوقت قام الرئيس أنور السادات بالإعداد السياسي للدول العربية من خلال جولة قام بها عند اتخاذه قرار الحرب في نيته الحرب، ومر على الدول العربية بالكامل ليرى يقول لهم أنني قررت أن أحارب لأنني وصلت إلى طريق مسدود بالجهود السياسية لتحرير الأرض وليس أمامي سوى العمل العسكري. وهنا قام بجولة على الدول العربية، المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، سوريا، الجزائر، المغرب، كل الدول، السودان. قام بجولة عربية على فترات مختلفة وقال لهم أنا داخل الحرب، هتقدموا لي إيه ممكن أن تقدموا لي في هذا الحرب، وأبدت كل الدول العربية استعدادها لدعم القرار الجريء للحرب اللي ما كانش حد يتخيل أبداً وفي حساباته أن من الممكن أن مصر فعلاً تحارب، لأن القوتين الأعظم كانوا توصلوا إلى أن مصر أصبحت جثة هامدة. والقطبين الأعظم عندما اجتمعوا سنة 72 خروشتشيف بريجنيف مع نيكسون في موسكو، قرروا في هذا الاجتماع اللي على قمة العالم نقل قضية الشرق الأوسط لتكون في الدرجة الثانية وفرض حالة الاسترخاء العسكري في الشرق الأوسط. فلم يكن في حساباتهم إطلاقاً إن احنا نحارب، وانتقلت العملية بتاعتنا القضية بتاعتنا إلى مصاف الدرجة الثانية في أسبقيات العمل الدولي. في عام 1972 قدم للكويت الرئيس أنور السادات للتنسيق للتحضير لمعركة أكتوبر 1973، وناقش مع القيادة السياسية في الكويت إمكانية إرسال طائرات اللايتنينج البريطانية إلى جمهورية مصر العربية، وهذا طبعا تطلب تنسيق آخر، تنسيق عسكري بناء عليه تم حضور حمد حسني مبارك حضر إلى الكويت للتنسيق مع القيادة العسكرية بخصوص تدريب طيارين مصريين وفنيين مصريين وموجهي مقاتلات في الكويت على طائرات اللايتنينج. طبعا هذا الكلام كله حصل في عام 1972، وعلى أساسه تم وجود مجموعة من الطيارين المصريين وحوالي 75 فني إضافة إلى مجموعة من موجهي المقاتلات المصريين، وقدموا إلى الكويت ولمدة 6 أشهر لتتدرب على طائرات اللايتنينج في الكويت. كان طبعاً من المفروض أن تقوم طائرات اللايتنينج بعد ذلك بالذهاب إلى جمهورية مصر العربية بطيارينها المصريين بفنيها، لكن طبعاً أمور بعد ذلك تغيرت وتقرر إرسال سرب من طائرات الهوكر هنتر بدل من طائرات اللايتنينج. الواقع لما الطيارين المصريين وصلوا للكويت طبعاً لاحظ أنهم يعينها بيئة جديدة وتدريب جديد، لأنهم كانوا متعلمين على التكتيك الشرقي الروسي، فلما جاءوا الكويت كان بالنسبة لهم نقلة أخرى، نقلة نحو التدريب الغربي. في البداية واجهوا مشاكل لكن تقلبوا عليها بسرعة، كانوا الطيارين جيدين وكانوا لديهم ضبط وربط ممتاز، واستطاعوا بخلال فترة قصيرة التكيف مع التكتيك الغربي. في البداية طبعا واجهنا مشكلة اللي هي مشكلة اللغة الإنجليزية، لأن احنا تدريبنا كان كله باللغة الإنجليزية وهم كانوا متعلمين على التدريب باللغة الروسية، لكن خلال فترة قصيرة استطعنا التغلب على ذلك، وكنا طبعا في هناك تعاون بيننا وبينهم في بعض المشاكل اللي ما كانوا يعرفونها ان نشرحها باللغه العربيه، لكن عموما المشاكل كلها انحلت خلال فتره قصيره، ويعني كانت الزملاء المصريين اللي كانوا موجودين كلهم يعني من افضل الطيارين في القوى الجويه المصريه، والفنيين كانوا مدربين تدريب جيد، واستطاعوا خلال فتره 6 أشهر استيعاب الكثير من تكتيكات، وعلى الرغم انهم كانوا يتدربون بلغه كانت قريبه نوعا ما عليهم، وايضا تكتيك كان قريب عليهم لانه تكتيك غربي، لكن المحصله النهائيه كانت جيده، واستطعنا في خلال فتره 6 أشهر ان يتكيفون معنا بسرعه، واستطعنا يعني نقل معلومه لهم عن طريق مدربين غديرين كانت طبعا تساهم بالحرب. يعني من مصلحه الجيش الكويتي والقضيه العربيه قضية فلسطين، لأن يعني من أوائل الخمسينات لعام 67 إلى عام 73 مرينا في ما نقدر نسمي أزمات، أزمة عبد الكريم قاسم، أزمة الصامتة، فهذه استدعت أن الجيش الكويتي يتطور من ناحية الحجم والتسليح والتدريب، من ناحية الدروع، القوة الجوية دخلتها طائرات مقاتلة، وجود الدفاع الجوي، تطور وحدات المشاة، وجود وحدات المغاوير، استحداث البحرية الكويتية. طبعا هذه عملية تطور خدمت الجيش الكويتي أن يكون جاهز للمشاركة العربية على الجبهات. في الواقع أن القوات المسلحة المصرية تساندها قوات سوريا الشقيقة كان أسطورة جميلة للتعاون والتنسيق. وأنا ما زلت أذكر وفاكر حتى الاسم، اللواء الله يرحمه أديب طرابزونلي كان جاي موفد من قبل الجيش السوري للتنسيق مع القوات المسلحة المصرية. في آخر اللمسات بتاع خطة العمليات لتنفيذ الهجوم على العدو الصهيوني أو بين قوسين الإسرائيلي، وكان ده مثل يحتذى. كنا أنا وهو درسنا في روسيا في بعثة مشتركة، هو كان في الإقليم الشمالي وأنا من الجنوبي، لما كان في زمن الوحدة قبل ما يحدث الانفصال بيننا وبين سوريا. وكان جاي بأفكار وعمال يقول لي طب إيه رأيك؟ طب ما تيجي نعمل بيانات للوقاية من مادة الحارقة، إحنا عملنا، وأنا أقول له طب إيه رأيك تعمل كذا عندكم في سوريا؟ كان مثل يحتذى في الحب بيننا وبين الشعب السوري. دي حاجة. الحاجة التانية مثل يحتذى إن مفيش جيش عربي ما ساهمش، واللي ما ساهمش بقوات ساهم بشراء أسلحة لنا من طائرات إلى صواريخ إلى غير ذلك. الحرب كانت اتخاذها سري فما تعرف المتصارع يعني. فكنت متأهب عن أن احنا أروح مع لواء اليرموك كتيبة الخامسة اللي كانت موجودة هناك على قناة السويس، ولكن بعد ما صار الحدث في حرب 73 وصلنا كتاب من العمليات بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1973 بأن القوة الكويتية أو الجيش الكويتي راح يشارك في حرب 73 مع بقية إخوان الدول العربية بناء على الميثاق دول الجامعة العربية. فكان تلقي يعني كنت متأهب إلى هذا الشيء، وخاصة بعد يعني احنا بعدنا في ذاك الوقت، خلينا نرجع شوية بالذاكرة، حرب في أزمة الصامتة هم بعد كنا موجودين. فمثل ما تقول الروح موجودة، فأخذت الأمر شيء عادي بالنسبة لي أنا. استعد الأشقاء العرب على جبهتي القتال في مصر وسوريا على أن يبدأوا الهجوم في وقت واحد، وحددوا ساعة الصفر على أن تكون في الساعة 2 ظهراً في 10 من شهر رمضان المبارك يوم 6 من أكتوبر، والذي يصادف عيد الغفران اليهودي، لإحداث عنصر المفاجأة. فحدث ما أرادوا، وباغت العدو وعبروا خط بارليف الدفاعي على قناة السويس المصرية إلى ما يقارب 10 كيلومترات شرقي القناة، وخط آلون الدفاعي على هضبة الجولان السورية. فكان الهجوم ساحقاً، مما استعصى على الإسرائيليين صده حتى وصلوا إلى مشارف بحيرة طبرية. البرقية وصلت الحين منتصف الليل، طالب حضور قائد اللواء قائد القوة الكويتية ومع ضابط ارتباط أو ضابط العمليات للحضور في قيادة الجيش المتقدمة في منطقة خلف أبو سلطان. قال حضر نفسك وحضرنا سيارة الاتصال والخرائط اللازمة. فطبعا ذهبنا مع القائد الساعة 6 قعدنا هناك، لقينا ضباط العمليات قادة الألوية وانتظرنا شوي. قائد اللواء 16 العقيد عبد الحميد، وقائد الفرقة 16 لا عفوا قائد الفرقة 16 ما وصلت الساعة، وقائد اللواء 12 عادل يسري اللواء 112 وبعض الوحدات الميدانية وما أدري والله بعض الضباط اللي أنا أذكر اسمائهم. إيه، وبعد لحظات من وصولنا وصل قائد الجيش اللواء سعد مامو وبرفقته قائد فرقة المشاة 16 عبد رب والنبي حافظ. هذول أنا حافظنا اسمائهم. ودخل علينا وحنا متجمعين والله في القاعة، سلم بعد السلام قال مبروك باللهجة هذه يعني مبروك. اتفاجئنا احنا تحددت ساعة الصفر الساعة 2 ظهر اليوم. صفقت العالم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومن ثم توزع فيها أمر العمليات مهام الوحدة. فرقة مشاة الألوية 16 الجناح الأيمن بلواءين، تندفع بلواءين، اللواء 16 واللواء الثاني واللواء 12. كتيبة المشاة الخامسة الكويتية على الجانب الأيمن تتمركز حماية الجناح الأيمن للجيش، منطقة البحيرات والمرة الكبرى. وتوزعت الأوامر هالشكل، ومثل ما استلمنا الأمر وطبعا فوجينا وحنا تدريب رمضان واستغربنا الأمر وجينا مسرعين. من طلعنا من القيادة الاجتماع اتصل قائد الكتيبة رحمة الله عليه الشهيد خالد عبد الله الجيران، اتصل بواحد نفس السرايا قال حضروا انفسكم وقسم الامر. بلغناه الحضور، السرايا تبقى مواقعه. نحن عسكريين نعرف الوضع الجبهي بشكل عام، وحنا صرنا مدنا بالجبهه، عارفين نمط الاخوان والجبهه وكيف ادارته. فبدا قبل استلام ساعه الصفر من يوم الاربعاء بدات البرقيات تتلاحق، بدات قوات العبور تحتشد على النهر وحد رقابات الأشقياء. الناس ما يدري بعض العالم شنو مهمة هالقوات، لكن الإخوان المصريين أذكياء طبعا، وكل ما هذا يعبرون مجموعة حتى أصبحت قوات العبور كلها منتشرة حدر. فبدت ساعات الصفر بدت البرقيات الإنذار تتلاحق، كل 4 ساعات تجي برقية ترفع درجة الاستعداد، ترفع درجة الاستعداد القصوى، ترفع درجة الاستعداد إلى رافع 1، إلى رافع 2، إلى رافع 3. هذه الرموز اللي هي ترفع من درجة الاستعداد لدخول عمليات عسكرية. كلفني قائد الكتيب بالإضافة إلى عملي العمليات مركز العمليات المحافظة على الجهاز والاتصالات. طبعا أرسلنا برقية للكويت، وضعت القوات في وضع الاستعداد الآن إلى صقر 1 وصقر 2. صقر 1 اللي مثل رئيس أركان، وصقر 2 اللي هو نائب رئيس أركان. وضعت القوات في إهبة الاستعداد. يردون علي ما نقدر نبين إن وضعت الشكل، فقلنا لهم إن سوف نبلغكم لاحقا. ففي هذه المرحلة قعدت على الجهاز الساعة على أساس إن ساعة الصفر الساعة 2:05، ما دريت الا دق التلفون. انا الرائد خالد، قلت الرائد خالد موجود. قال الان تقدمت ساعة الصفر في طائرتين، طائرة من مطار المليزي ومطار العريش في سيناء، نخشى ان اكتشفن قوات العبور. طائرات اسرائيلية طبعا، نخشى ان يكون اكتشفن قوات العبور، الان تصير الضربة الجوية. نفس اللحظة بطلع بعلم القائد سد المرة الموجة الأولى من القائد فهد المصري، فدقت والحاميات فوقه مقاتلات. فبدت المحركة نص ساعة، لما خلصت القاذفات فرغت كلها على خط بارليف كله، ومن ثم بدت عد المدفعية. بعدين طبعا مدفعيتنا مدفع عالم مدافع الهاون والمدفعية المصرية قامت والصواريخ. كان أول طائرات إسرائيلية، ومن ثم كانت قاعدة شبراويت وقاعدة الشهابي قريبة من فايد اعترضت الطائرات ودمرتهم الإسرائيلي. فخشيت إسرائيل خلاص توقفت، صار ما ترسل أي طيارة كلها لغاية يمكن إلى 8 الشهر أو إلى 9 شهر ما جانا ولا طائرة. الله أكبر، الله أكبر. فلست أعرف نداء جمع بين حكمة الدنيا وعزة الدين كهذا النداء الذي يتلاقى فيه الجزاء مع العطاء. فلو إن في الدنيا كبيرا فالله أكبر، ولو إن بين الظالمين ظالما يرى نفسه كبيرا فالله منه أكبر، ولو إن بين الشعوب شعبا قويا يرهق شعبا ضعيفا فالله من الكبير أكبر. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان النداء في يوم 6 أكتوبر حين جلجل ذلك النداء في عنان السماء وهز الأعداء، وحينئذ أحس العدو بأن الله أكبر منه وأن الله مع الحق دائماً مهما طال كبرياء الغرور، فأن النصر دائماً مع الحق. القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري، لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبها، استوعبت العصر كله تدريباً وسلاحاً بل وعلماً واقتداراً، وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره فإنها أثبتت نفسها. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة، ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المؤصعة واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. يا جنودنا وصف ضباطنا وضباطنا البواسل، يا أبناء شعبنا الأبي، مع تحيتي لكل فرد منكم أخاطب فيكم اليوم الروح العربية الأصيلة، روح الشجاعة والبطولة، روح البذل والتضحية، روح الفداء والعطاء. أخاطب فيكم محبة الوطن التي فطرتم عليها والإيمان بالقضية التي صممتم على الدفاع عنها. منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين نرصد حركاته وسكناته ونستعد ونتأهب لنرد عدوانه الجديد المحتمل، فلم نسمح له أن يأخذنا على حين غرة، واندفعت قواتنا المسلحة ترد عليه الرد المناسب، ولم يسمح له أخوتنا في مصر أن يأخذهم على حين غرة، فاندفع جيش مصر العظيم يدافع عن كرامة مصر وكرامة الأمة العربية. فتحية لجيشنا وشعبنا، وتحية لجيش مصر وشعب مصر العربي العظيم.